السلام عليكم. بزاف ديال الناس باغيين يقسموا الوزن ديالهم ولكن ما عارفينش كيفاش. واليوم في المغرب كيتوفر فيه واحد البرنامج اللي زوين بزاف اللي هو البروغرام ديتوكس اللي كينقص لينا ما بين 4 كيلو حتى ل 9 كيلو في ظرف ديال 9 ايام، واللي متكون من 4 ديال لي برودوي اللي هما عباره عن مكملات غذائيه مصادقه على وزاره الصحه المغربيه اللي كينصح به الاخصائي في التغذيه نبيل عياشي. البرودوي الاول اللي هو عصير الالوفيرا اللي فيه اكثر من 95% من هلام الالوفيرا، والدور ديالو هو انه كينقي لنا الجسم ديالنا من السموم المتراكمه وكيمدنا بجميع الفيتامينات اللي كيحتاج الجسم ديالنا بما فيها الفيتامينات والمعادن والاحماض الامينيه. وبالنسبه للمنتوج الثاني اللي هو لاكتيف برو بي، الدور ديالو هو انه كيسهل عمليه الهضم والامتصاص ومشاكل انتفاخ في البطن. اما المنتوج الثالث اللي هو فوريفر فايبر، وعبارة عن ألياف طبيعية اللي كيتحكم لينا في الشهية ومهم بزاف في الجهاز الهضمي وكيسرع لينا عملية حرق الدهون في الجسم ديالنا. بالنسبة للمنتوج الرابع اللي هو فوريفر لايت اولترا، هو عبارة عن بروتين نباتي طبيعي متوفر بجوج نكهات اللي هو الشوكولا والفاني، وكيحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية واللي كيساعدنا في التقليل من الشهية. زائد على هذا فيه واحد الكاس والسنتيم والكتيب اللي فيه البرنامج او الطريقه ديال الاستعمال والوجبات الغذائيه وكل ما كيخصك طيله هذا البرنامج. وفي الاخير بالنسبه للبرنامج ديتوكس كيعطي واحد النتائج اللي كبيره وكبيره بزاف لا على الصحه ديالنا ولا على الوزن ديالنا. فللمزيد من المعلومات على البرنامج ديتوكس مرجو تواصلوا معنا عبر الخاص او على الواتساب على الرقم الظاهر على الشاشه.